نصيحتنا لبعض الناس الذين يمارسون التمارين الرياضية أو بعض الأعمال التي تحتاج إلى مجهود، النصيحة هنا مهمة، ألا يمارس التمارين الرياضية مباشرة بعد وجبة الإفطار، لأن هناك يكون تركيز بكمية كبيرة من الدم باتجاه المعدة حتى تتم عملية الهضم بصورة طبيعية، وتكون كمية الدم مناسبة لعملية الهضم هذه. وبالتالي علينا أو بعض الناس الذين يمارسون الرياضة تكون أفضل لديهم بعد صلاة التراويح، لأنه كمية الدم تكون متوفرة في المعدة وأخذت مفعولها الطبيعي، وبالتالي تتجه إلى باقي أعضاء الجسم كوضع طبيعي ما قبل الإفطار، ويكون النشاط صحي وأفضل إذا مارس الشخص تمارين رياضية بعد صلاة التراويح حتى يكون توزيع الدم بصورة طبيعية ولا يكون مركزا في المعدة فقط. بعض الناس ممكن أن يمارس بعض التمارين البسيطة، لكن إذا كان ولا بد فتكون هناك بعض الأنشطة ما قبل صلاة المغرب أو ما بعد صلاة العصر، حتى إذا كان هناك فقد لكمية من العرق أو بعض السوائل يتم تعويضها مباشرة بعد صلاة المغرب أي بعد وجبة الإفطار.